هايك النهارده في غابه وسط المدينه. انت بمجرد اول ما بتدخل التريل انت حرفيا سبت المدينه ودخلت الغابه، برغم ان المكان في وسط المدينه بس تحس انك حرفيا دخلت غابه. كل حاجه حواليك هدوء، سناجب ماشيه في كل حته، الشمس، النخل، كل حاجه بيرفكت. ده المفروض التريل اللي احنا هنعمله النهارده. احنا واقفين هنا، المفروض هنلف بقى نمشي كده او نمشي من ناحيه البحيره. البارك دي موجوده في مدينه برنل وتقدر توصل لها بالسكاي ترين او الاتوبيس بكل سهوله. من اكتر الحاجات الجميله في التريلز اللي بتكون زي دي لما بتكون الشمس كمان طالعه خفيف، بتلاقي الشمس داخله ما بين النخل كده، تحس كده في لوحه فنيه مرسومه. انت حرفيا بتبقى قاعد، انت مش عايز تخرج، مش عايز تسيب المكان، عايز تفضل قاعد كده وفي اللاشيء. بس من المشاكل اللي بتواجهك وانت بتعمل هايكنج مثلا الجذور بقى اللي زي دي، خصوصا في التريلز اللي هي بتكون صعبه وفيها ارتفاعات كبيره. في تريلز بتبقى فعلا كده، انت بتبقى ماشي على جذور الشجر دي تقريبا في كل حته، فدي بتبقى من المشاكل اللي ممكن اصلا لو انت مش واخد بالك ممكن ده فعلا يسبب لك مشاكل في الركبه او يسبب لك مشاكل في الانكل بتاع الرجل. لو بصينا هنا برضو على الخريطه هتلاقي هنا في مثلا بارك، هنا ده باركنج طبعا اكبر بكتير من اللي احنا كنا موجودين فيه هناك. برج التطبيقين زي اللي في العباسيه عندنا، اماكن للحمامات طبعا. هنا في اماكن تانية، يعني كل الحاجات اللي هي داش دي، الخطوط اللي هي المتقطعه وتقدر تدخل طبعا منها وتختصر مثلا، يعني كل الاماكن دي فيها اماكن تمشي منها، مش لازم تمشي على التريل ده مظبوط. وطبعا كعاده التريلز اللي بتكون في وسط المدينه البارك فيها اماكن كتير تقدر تريح فيها، وطبعا تبقى فرصه كويسه للتفكير. الهايك المرة دي مش محتاج اي حاجة غير بس كوتش مريح، ولو في مطر يبقى حاجة ووتر بروف معاك. بس كده، ده كان فيديو خفيف النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، وشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.